شكرا للزميل العزيز. ربع النهائي في مدينة كيتوي الزامبية تجمع المستضيف الزامبي إنكانا اف سي بالنادي الرياضي صفاقسي على أرضية إنكانا ستاديوم. بينما مدرب السي اس اس رود كرول زرع في النادي الصفاقسي الروح الهجومية للكرة الهولندية. إن شاء الله السي اس اس رغم عديد من الدفاع محمد بن علي لليسار حمزة المثلوثي ثنائي محور الدفاع يعني عمامه وحسام داك دوغ بطول سفر 15 ساعة طيران. وهذا الفريق الزامبي يطير منذ البداية يوزع كرة وابعاد الخطر في الوقت المناسب. تشكيله رود كرول على المرزوقي امكانيه الهجوم لنذير القريشي الجزائري يكسب مخالفه في الزواقي امام الكره اليساري جدار باربع لاعبين للفريق الزامبي اشرف الزواقي تصويبه وليس لعمق النادي الرياضي الصفاقسي للمفاجاه عن الوان السي اس اس رغم كل المعاناه والصعوبات. تعدي الكرة لليمين يوزع وأيمن تحمل المجموعة الثالثة وآن كان اف سي وهذه كرة وتدخل الدفاع من عمامه في مرة أولى ترويض ممتاز رمبي أحد أبرز الغائبين عن هذه المباراة سجل هدفين رغم موقع دفاعي في محور نادي صفاقسي. كرة خارج الميدان من الدفاع ما زالت الخطورة في هذه الكرة كرة طويلة والحارس دعمان بطني يخصص له اعترافا بما قدمه حمادي لتونس ويكفي القول في مونديال المكسيك 1978. ما زالت الخطورة للفريق الزامبي حذاري المراوغة ودفاع نادي صفاقسي تصوير المرور عبر الاطراف تعدي الكرة كينغسلي والصلاة سوكاري ايمن دعمان ترجع لفريق كنا خطوره في هذه الهجمه حذاري وينو دعمان 2006 و2015 وكذلك مع تيبي مازامبي بلقبين متتاليين 2016 2017 صفاقسي سبع لاعبين يوزع والحارس من النادي الرياضي صفاقسي ايمن الحارسي ممتازه يوزع ومالوكا على مرة الدحمان حاضر كرة مساندة على مستوى القائم الأول لمس الكرة يحافظ عليها تصويب من بعيد وأيمن دعمان غبامبا شوف هذه هي العفوة التصويب كان من بعيد تصطدم الكرة بعمامه على مرتين يقارع الحارس أيمن دعمان اللي تردد في الخروج بقى الأولى والثانية والكرة في الشباك يراوغ ويوزع وحسام دكدوك حمزة وكرة سالنا والخطورة ويوزع والمقصية بعيدة وكرة طويلة وين الراس هاني عمامو هاني عمامو يوزع في القائم الثاني غريبين حرزي كرة ممتازة ويعطي ضربة جزاء يا حكم حرام عليك بحسابه نادي صفاقسي من ضربة جزاء والتعادل تنتقل للنتيجة 2 بلاش ملا كرة في افريقيا وبدون تعليق اذا كان الكلام من فضة كوت من ذهب كرة من كيلفين كامبامبا بالراس تحته بدون مراقبة رأسي وينك يا شواد وين وسلاتي حبيبي عذر وجلاسي تصويب زواغي كرة يلزمها في القائم الثاني زواغي وكرة طويلة نسبيا ترجع كرة لإمكانة وفين كامبامبا اللي حاول التصويب شواد يعدي
شواد وين الكرة؟ جول كرة جول من شواد في الامداد والوسلاتي باليسار وسط رئيس الدار النادي الرياضي سفيقسيد. شوف الكرة شواد في الاختراق رايح وحبيب الوسلاتي ما يرحموش باليسار يساوي في الشا ويعطي للنادي سفيقسيد اغلى الاماني قبل مباراة الطائف المهيري.